ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج ميديا زوم، ومكملين ثالث فقراتنا معاكم النهارده، وهي الفقره المحببه على قلبي. فقره كلها مليانه معاني جميله، بتتكلم عن الكلمه الحلوه والكلمه اللي فيها نصيحه والكلمه اللي فيها ارشاد، بحر كبير من المعاني. وزي ما قال شاعرنا الكبير المتنبي: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم. في البدايه خلوني ارحب واصبح على زميلتي في الاستوديو سناجك. صباح الخير يا سناجك. صباح الخير يا زوز، صباح الفل على كل اللي بيشوفونا. وخلوني كمان ارحب بضيفنا الشاعر الموهوب محمد اسامه، مشرفنا ومنورنا النهارده في الاستوديو. يا محمد صباح الخير عليك. صباح النور، صباح الفل، ربنا يخليك. محمد، خلينا نبدا كلامنا عن بداياتك. زي اي حد بيبتدي، بدايتك كانت عامله ازاي في الشعر؟ امتى بدات تكتب شعر؟ وايه اول حاجه بدات ان انت تكتبها؟ بصي، هو انا بكتب شعر من حوالي 2016. طبعا في البدايه خالص كان كل اللي بكتبه مش شعر، يعني مش نصي للشعر، كان نثر، كله في النثر. ما كنتش مجمع وما كنتش لامم وما كنتش فاهم، بس انا كنت حابب اللي انا بكتبه وحابب اللي انا بعمله. كل حاجه حلو جدا. في البدايه بيكون ليها رهبه يا محمد. محمد هو بيقول شعر لاول مره في حياته، كان خايف؟ اكيد طبعا كنت خايف، اكيد طبعا. طيب بالنسبه للقصايد، عدد القصايد اللي انت كتبتها يا محمد، يا ترى فاكر عددهم؟ لا الحقيقه مش فاكر، هم كتير كتير جدا يعني. طب فاكر يعني ابرز او اهم الاسماء فيهم اللي كانت محببه لقلبك ودايما كده بتحب تسمعها حتى مع نفسك وانت قاعد؟ حدوته من هي، قصيده اسمها حدوته من هي، دي اكتر حاجه كانت قريبه مني شويه، وبعديها ما تاسفيش، وبعديها في كتير يعني. طيب ممكن تسمعنا جزء من حدوته من هي؟ طيب حدوته من هي بيقول لها: ربك رب خلقنا كده ناس بتاخد حق ناس تانية، وانا زمان سبت واحدة حبتني عشانك، فانت سبتيني عشان ناس تانية. ما هي دي الدنيا، داين بتدان، انا هنساكي زي ما هي نسيتني مع الايام، بس انتي مش هتنسيني. هي وحشتني فعلا، بس انتي بطلتي توحشيني. ريحي نفسك وافتخري قصادهم انك كسرتيني وسبتيني. يقولي ان انا شخص يناسبك، افرحي وانت بتشوفي في عينهم نفسك واحده. كملي نقصك بقلوب جحده، وانا هنسى ان انا حبيتك وارجع لحياتي وللوحده. والقهوه المظبوطه المغليه ملتوته حدوته من هي، الواد كان صادق في النيه، كان علق حلمه على صبيه كسرته فجاه وبدون اسباب. بس جميل يا محمد. دايما بلاحظ ان الاشعار او الكلمات اللي الناس كلها بتحاول تكتبها بتكون يعني محصوره في حاجات معينه، زي مثلا واحد زعلان من حبيبته فبيكتب لها كلمتين انه زعلان، او حد بيحب حد فبيحاول انه يعبر له عن مشاعره، او بتكون مشكله انسانيه عامه يعني، او مشكله مجتمعيه. يا ترى انت يعني مين من الشعراء اللي بتشوف ان طريقته في الكتابات او موضوعاته بتعجبك وبتاخده ليك كقدوه؟ بصي، هو في كتير الحقيقه. انا شخصيا عندي في البيت، انا راسم، عندي استوديو في البيت بتاعي كده اللي بقول فيه، راسم عليه عمنا احمد فؤاد نجم، وطبعا الهويس هشام الجخ، تمام، وعمر حسن الدرويش. دول اكتر ثلاثه انا بحبهم وبحب. ما تسمعش لعبد الرحمن الابانوزي؟ اكيد طبعا بسمع. حافظ له حاجه؟ لا الحقيقه مش حافظ، انا يعني نادرا لما بحفظ حاجات لحد تاني، بس هو طبعا ده شاعر عظيم يعني. كلهم اسماء عظيمه يعني وجميله، كلهم حاجه ما شاء الله. الاول عرفنا، خلينا نسمع كده جزء. انا سمعت من فريق الاعداد ان انت عامل قصايد كتير، منها قصيده لمسلسل موسى كانت باللهجه السعوديه. فاكر منها حاجه؟ طبعا. موسى بيقول: يا مخفف الاحمال على كتف مرصوصه، خفف على الشجيان اللي اتولد موسى. الدنيا غابه وغلابه والخوف في قلب الكل، يتمشي فيها جوي يتمشي فيها بذل، وموسى اتخلق ما يخاف غير من اللي خلق الكل. موسى اتولد كالوتد، ربك صلب ظهره، الفجر خاف من الاسد جال يضربه في ظهره، الحزن كان ناهره والحج كان ناهره، والعشق لما جاه
ما اقدرش على مهره. جميل قوي محمد. انت بتلاقي صعوبه في ان انت تتكلم باللغه الصعيديه او اللهجه غير لهجتك اقصد؟ اكيد طبعا، لان انا ملاحظه ان انت بتتكلم بلهجه شويه مياله للصعيدي حتى لو هي مش مظبوطه مليون في الميه، بس انت حابب تقدم القصيده بالشكل ده؟ هي قصيده عشان المسلسل صعيدي، وانا كنت بحكي عن الشخصيه، يعني انا مش بحكي عن المسلسل عموما، هو انا بحكي عن الشخصيه بتاعت موسى. كان زمان نسمع عن الخط من زمان، هم جسدوا لنا الشخصيه دي، كان بيقولوا اسمه الخط موسى الخط، وكانوا بيقولوا الخط، فانا حبيت الشخصيه دي وكتبت عنها كده، وكان لازم تبقى باللهجه الصعيدي، ودي اول مره اكتب حاجه واقول حاجه باللهجه الصعيدي الصراحه. جميله يا محمد، طلعت كده. طب كنت عايزه كمان اسالك يا محمد، انت رايك الشخصي، هل الشخص فعلا محتاج يبقى معاه فلوس علشان يقدر يوصل لمكانه او لحاجه بيتمناها، ولا الموهبه لوحدها تكفي، ولا الاثنين مع بعض؟ لا، الموهبة لوحدها لا تكفي. هو طبعا الموهبة دي أهم من الفلوس، يعني أنت لو معاك فلوس ما عندكش موهبة مش هتعمل حاجة، بس أنت لو عندك موهبة وجبت فلوس هتقدر تعمل حاجة في الوقت اللي احنا فيه ده، إنما زمان ما كانش بتفرق. يعني مين اللي ساعدك أول مرة أن أنت تقول شعر؟ يعني مين اللي اكتشفك؟ لا الحقيقة، هو بصي، أنا جات معايا أن أنا كنت مرتبط عادي، وكنت بكتب قصايد يعني وكده، بس ما كانش شعر، يعني ما كنتش ملتزم ولا بقوانين شعر ولا بقافيه ولا بوزن ولا اي حاجه، فكان كل اللي بكتبه كاني بكتب روايه. بس انا حبيت الموضوع قوي، وجت معايا بان انا عملت فيديو كان اسمه على القهوه، والحقيقه مش فاكر منه اي حاجه، وده اول حاجه عملتها جابت مش عارف 30 40 الف فيو، فشجعتني ان انا استمر. بس يعني ما عملتش بعدها فيديوهات تانية؟ لا، عملت كتير، عملت كذا فيديو، وكنت بوقف فترات. يعني عملت فترة وبعدين وقفت غصب عني، حصل لي ظروف، وبعد كده اشتغلت تاني، بعد كده وقفت تاني، بعد كده رجعت دلوقتي بالكذا حاجة اللي نزلتها دي، وربنا يسهل. حاولت توصل للتلفزيون؟ يعني هي جت كده. يعني ما حدش دعمك او ساعدك ان انت توصل للتلفزيون؟ يعني قالوا لك ان انت موهوب بتكتب مسلسلات؟ كتير كتير، في اصحابي كتير يعني. احنا اكيد هنكون اول داعمين ليك يا فنان اكيد. ربنا يخليك. طيب سمعت انك عامل كتاب اسمه مدمن نيكوتين، هو الاول ايه معنى مدمن نيكوتين؟ يعني مدمن نيكوتين النيكوتين اللي هو السجاير، فهو ايه سبب التسميه؟ وانت شويه بتحب السجاير واضح. هو انا كنت كاتب بيت عليه كان اسمه القهوه والنيكوتين وصوتك كمانجه حزين والوحده والتفكير سبب حزن كبير، فهو ده كان البيت الرئيسي في الكتاب، وخدت العنوان منه. يعني 12؟ لا للاسف لسه. ليه؟ السبب؟ الكتاب دوت انا عامله بقالي فتره بتاع حوالي سنتين كده، وكنت متابع مع دار نشر معينه، ولما جيت خلصت الكتاب كان دار النشر دي قفلت باب التقديم بالعاميه، فدورت على دار تانية فلقيت السعر عالي جدا، يعني قالوا لي عشان تنشر الكتاب مش عارف محتاج 6000 جنيه او حاجه كده، فقلت لهم لا خلاص انا الكتاب موجود هنشره، هو ليه وقت هيتنشر، بس انا هشتغل، يعني طالما هو الموضوع فيه فلوس انا هشتغل. لا واكتب غيره لحد ما وهكتب، ما انا لسه يعني انا شغال وبكتب الحمد لله. مش عارف، جميل 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 ان انت يبقى دايما عندك روح الاصرار، وان انت دايما تحاول توصل لهدفك، ودي الرساله اللي احنا دايما بنحاول نوصلها لكل الناس. مش معنى ان انا ما عنديش اي امكانيات ماديه ان انا اقف واقول لا انا مش هقدر، بالعكس كمل وواصل، واكيد في يوم من الايام هتجي لك فرصه مناسبه جدا. محمد، انت شايف ان المستقبل بالنسبه لك ايه؟ يعني انت حابب تمشي في اي مجال؟ بص هقول لك على حاجه، انا يمكن معاك هنا النهارده واشتغلت في الموضوع ده لان انا فكرت فيه في وقت من الاوقات اللي انا كنت واقف، قلت لا انا مش عايز اشوف نفسي قدام ان انا مثلا لما اكبر في السن اقول ان انا كان عندي هدف وما سعيتش عليه، فده هيخليني اندم. فانا على الاقل لما اسعى دلوقتي، ولو حتى ما نجحتش هاجي قدام اقول لا انا كنت بسعى وبعمل اللي عليا، والتوفيق بتاع ربنا. بس جنب شغلك، يعني انت شايف ان هي مش هتبقى الحاجه الهوايه دي هتبقى شغلك؟ لا دي جنب شغلك. لا هي جنب شغلي لحد ما تبقى هي الشغلانه الاساسيه اللي بتطلع فيها. طب يا محمد، تقدر تسمعنا حاجه كده سريعه قبل ما نختم حلقتنا معاك النهارده؟ في قصيده ما تتاسفيش اتعملت فيديو كليب يا زوز. لو تسمعنا منها حته فعلا كانت ظريفه جدا. ما تتاسفيش كان بيقول بتكتب وتمسح وتكتم وتسرح وعينك بتفضح وبتقول تمام، بتبعد تقرب تغير تجرب ومن الكل تهرب،
برجع واستلم. الشهر الكام ليكم مفترقين؟ التالت الرابع مش فارقه كتير برضه، انت حزين جواك بتموت. انا مليت اكون مجروح ومن غير صوب بعيش في روتين. اسهر بالليل اعد نجوم، ابعد عن الدوشه على قد ما بقدر. مش عارف اقام الناس تانيين، مش عارف حتى اني افكر في حلم جديد، برضه انت وحيد. جميل يا محمد، جميل. قصيده مليانه بمشاعر جميله، ربنا يخليك. رغم ان هي تبان حزينه بس المعنى واصل اكيد. هو احنا مصورين كليب، وفي كمان شغل يعني بتاع اربع خمس كليبات كمان متصورين، مستنيين بس هو الموقفنا المونتاج، معانا واحد بتاع المونتاج، انا معايا تيم شغال معايا، يعني حابب اشكرهم جدا، وبالاخص مصطفى حمزه بتاع المونتاج، ويا رب بس يشغلنا، هو المتحكم في كل الشغل يعني. ان شاء الله يا محمد تجي لنا هنا مره تانية وتكون وصلت اعلى الاماكن باذن الله. ان شاء الله. اهم حاجه ما توقفش واستمر، يعني اشتغل على نفسك. اكيد دي اهم حاجه. عايزين نشغل ان شاء الله، يعني هنتقابل تاني ونكون كلنا في حته تانية باذن الله، نكون اشهر وانجح ان شاء الله. ربنا يخليك، متشكر جدا، نورتنا يا محمد، وبنشكرك على اللقاء الجميل ده، وباذن الله يكون لينا لقاءات تانية احلى وافضل معاك في المستقبل باذن الله، بعد ما توصل لهدفك اللي انت عايزه باذن الله. ربنا يخليك، انا متشكر جدا. مشاهدينا في كل مكان، خلصت حلقتنا معاكم بسرعه كالعاده، لكن ان شاء الله على امل اللقاء جاي الاسبوع الجاي مره تانية. نشوفكم على خير، استنونا كل يوم جمعه، مع السلامه.